هذا الافتتاح هو افتتاح صندوق تأمين الأسرة. هذا الصندوق طال انتظاره، وبعد يعني ورود الميزانية الخاصة له شهر 5 وشهر 8 كذلك، أصبح المبلغ لدينا 3 ملايين دينار، هي في عهدة إدارة التنفيذ المدني لتنفيذ الأحكام النفقة وغيرها من الأحكام التي ترتبط بقضايا الأسرة، وبالتالي تؤمن الدولة لهذه الأم أو لهؤلاء الأبناء ما يعني يجب أن يصرف لهم في حينه وفي وقته، وتعود على الشخص المرفوع عليه هذه القضية حتى لا تتضرر الأسرة من لدد الخصومة.